تصميم دونالد ترامب بطبيعة الحال ليس فقط في قاعات المحاكم والحملات الانتخابية، وإنما في مهرجان كان السينمائي عبر فيلم روائي يتناول سيرة دونالد ترامب عندما كان رجل أعمال قبل أن يصبح مشهورا ورئيسا. اسم الفيلم The Apprentice، وهو مستمد من The Apprentice، برنامج التلفزيون الشهير الواقعي الأمريكي الذي تم عرضه بتنسيقيات مختلفة عبر 15 موسما على قناة NBC من عام 2004 حتى عام 2017. وشارك في إنتاجه دونالد ترامب نفسه الذي كان مضيف البرنامج في المواسم 14 الأولى. وقامت فكرته حينها باستضافة ترامب لرجال أعمال طموحين غير معروفين يتنافسون للحصول على جائزة العرض، وهي عقد يبدأ لمدة عام واحد بقيمة $250,000 للترويج لأحد عقارات دونالد ترامب. وانتشر فيه ترامب بعبارة You are fired، أي أنت مطرود. الفيلم الجديد اليوم من إخراج الإيراني الدنماركي علي عباس، الذي أكد أنه يتناول مسيرة ترامب كقطب عقارات في السبعينات والثمانينات في نيويورك، ويحمل توقيع الصحفي جابرييل تشيرمان الذي كان يتواصل بانتظام مع ترامب خلال تلك الفترة. ويصور ترامب كمهني ساذج إلى حد ما، ويقوم بالانحراف عن مبادئه عندما يكتشف حيل السلطة وهو ومحاميه المرتبط بمافيا نيويورك. وأحد أقوى مشاهد الفيلم هو اغتصاب ترامب لزوجته الأولى إيفانا، وهو عبارة عن رواية غير حقيقية منقولة عن زوجته الأولى أنها وقعت عام 1989 وتم دحضها سابقا تماما خلال إجراءات الطلاق للزوجين في عام 1990. وتضم مشاهد الفيلم تناول ترامب لحبوب الأمفيتامين التي تعتبر منبهات عصبية تسبب بالإدمان. وأثار الفيلم دهشة الحضور بعد تصويره لخضوع ترامب لعملية شق دهون وزراعة الشعر. وكنوع من رفع المسؤولية عن محتوى الفيلم، يبدأ الفيلم برسالة أن الأحداث المعروضة من نسج الخيال فقط. الفيلم من بطولة سيباستيان ستانس في دور ترامب، وماريا باكالوفا التي تقوم بدور زوجة ترامب الأولى إيفانا، وجيريمي ستورنجن في دور محامي ترامب والوسيط روي كوين. وطبعا كما كان متوقع، أثار استياء شديد لدى دونالد ترامب هذا الفيلم، فأعلن فريق حملته الانتخابية بدء إجراءات قانونية في مواجهة أكاذيب من يسمون أنفسهم بالسينمائيين، واعتبروا الفيلم تشهيرا خبيثا بحتا، وقال أنه عبارة عن قمامة. ولكن ردة الفعل على الفيلم في المهرجان كانت عبارة عن تصفيق حار لمدة 8 دقائق لمخرج الفيلم. متابع. وينضم إلينا من كان مراسل العربية ليس بازاري. أهلا بك ليس. إذن وين ما في ترامب في جدل وفي ردود فعل قوية، أخبرنا عن صدى هذا الفيلم. نعم جيلان، قبل ذلك الريح قوية، وهي بتذكرنا بشعارات ترامب لما كان يطير، لما يكون عنده مهمة خاصة برا خارج البيت الأبيض أو غيره في أماكن مختلفة في فلوريدا. ولكن إبان المؤتمر الصحفي لفيلم The Apprentice لعلي عباسي، طبعا الدنماركي من أصول إيرانية، الذي يروي السنوات الأولى لرجل الأعمال الأمريكي وتاجر العقارات دونالد ترامب في سبعينيات القرن الماضي وعلاقته بالسياسي الأمريكي ذكرتيه قبل شوي روي كوهن. أظهر عباسي عدم قلقه بشكل خاص، ولا يهتم بالتهديدات من فريق حملة المرشح دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، مع العلم أن ستيفن شونغ الناطق الرسمي باسم إدارة إنتاج فيلم ذا دونالد، وهو ابن ترامب كما كانت تلقبه زوجة ترامب إيفانا، سيقوم بمهاجمة صناع هذا العمل السينمائي ذا أبرنتس أمام القضاء لعدم صحة بعض المشاهد والحقائق في الفيلم. تصرح يعني حرفيا قائلا جيلان: نحن نهدف إلى اتخاذ إجراء عادل من أجل الرد على المشاهد التي تظهر عدم حقيقة هذا الفيلم. هذا الفيلم هو من محض الخيال. هذا ما حصل طبعا. لكن في المقابل هناك ردود فعل إيجابية جدا على الفيلم.
نعم هناك ردود يعني إيجابية وغير إيجابية وسأشرحها بعد قليل. فيعني إذا حكينا عن الفيلم The Apprentice أو فيلم ترامب كما يسمى هنا في أروقة مهرجان كان السينمائي من تأليف طبعا جابرييل شيرمان هو شيرمان وهو المؤلف ذاته لفيلم السيرة الذاتية لمؤسس شركة فوكس نيوز روجي أيلز. قد يثير فيلم The Apprentice المزيد من الجدل قبل أيام من المناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ويعني التقينا عدد من الناس، حاولت من أول ما عرفنا عن هذا المباشر جيلان حاولت يعني أسأل الناس الموجودون هنا في هذا المهرجان طبعا النقاد وغيرهم والذين يعملون في صناعة الأفلام، الكثير منهم الذي علم في أذهانهم هي التصفيق كما تفضلت قبل قليل، وهذا كان شيء يعني نادر في مهرجان كان أن تصل مدة التصفيق لأحد الأفلام ما يقارب 10 دقائق. ولكن التقينا محترف سينما هذه المرة، التقينا الفنان المصري حسين فهمي وهو طبعا ليس فقط ممثل عربي مصري ولكن أيضا مدير مهرجان سابق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسألناه عن هذه الأزمة في صناعة السينما فقال أن المهرجان أصبحت تعج، المهرجانات طبعا أصبحت تعج بكثير من الانتقادات، مشيرا إلى أنه في العام الماضي على سبيل المثال شهدنا زيلينسكي تحدث في افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته 76 في المقابل كان لازم أحضرنا يعني بوتين أصبح يعني مهرجان لتوجيه يعني الرسائل السياسية. نعم بالضبط. وهذا طبعا وآخر شيء حسين فهمي قال لنا صرح في المقابلة التي أجريناها معه أنها هذه شؤون ليست سينمائية إذا صح التعبير أو ليس لها علاقة بالفن السابع وإنها فقط سياسية بحتة وسياسية داخلية متعلقة بالشأن الأمريكي. على كل حال دائما دونالد ترامب يتهم يعني هوليوود وصناع الأفلام بميول اليسارية اللي هي دائما ضده لترامب ودائما تستهدفه يعني، بس أنه لماذا هذا الفيلم الآن يعني في هذه السنة الانتخابية المحتدمة جدا؟ يعني البعض يتساءل هنا برضو السؤال، إن سألت بعض الأشخاص الذين مرة أخرى محترفي صناعة السينما أو نقاد السينما فقال لي أحدهم أن السيرة الذاتية لترامب لن تؤثر على الحملة الدعائية الخاصة به نهائيا، مشيرا إلى حجم الأموال الضخمة المدروسة التي تنفق على مثل هذه الحملات، بل بالعكس قد تكون هذا ما حدث قبل أقل من 24 ساعة مع هذا الفيلم قد يكون لصالح ترامب، وسوف توجه الأنظار لترامب مرة أخرى في هذه القضية قضية سينمائية هذه المرة. ولكن إذا يعني إذا جيلان طبعا المخرجين عندما يقومون بأي عمل سينمائي أو غيره أو حتى كان فيكشن هناك مساحة قليلة ولو يعني بسيطة للخيال في هذا المشروع في هذه الأعمال. فشاهدنا مؤخرا مثلا فيلم زوجة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك اللي هي طبعا برنادت شيراك، كان هناك مشاهد من هذا الفيلم لا تمس بصلة لبرناديت شيراك، ولذلك يعني هناك طبعا من يدافع من مع وضد هذا الفيلم لترامب، والكثير طبعا ننتظر الأيام المقبلة ما سيحدث إذا كان هناك فعلا قضية وسوف يحاكم منتجو يعني هل تعتبر أنه في المهرجان كان والأدهى من ذلك إذا حصل هذا الفيلم على السعفة الذهبية البالم دوغ في هذا المهرجان هل متوقع ذلك؟ 77 لا حتى هذه اللحظة لا ندري. حاولت أخذ نقاش أو لقاء مع نادين لبكي وهي عضو لجنة التحكيم، ولكن للأسف نعلم جيدا في المهرجانات السينمائية وغيرها لجان التحكيم لا يستطيعون التحدث للصحافة إلا عندما ينتهي المهرجان وتكون هناك نتيجة باسم الفائز والحصول على هذه السعفة الذهبية. يعني هل تتوقع ترامب أن يستفيد من هذا الفيلم أم لا سيأتي ضده؟ حتى هذه اللحظة يعني الأجواء توحي بأنه سيستفيد، أعتقد أنه سيستفيد من هذه الحملة، خصوصا نعلم جيدا أن مهرجان كان السينمائي الكثير العالم أجمع الأضواء جميعها تأتي إلى هذا المهرجان لمتابعة ليس فقط الأفلام، هناك من شخصيات سياسية شخصيات مؤثرة في العالم، شاهدنا قبل ذلك إيلون ماسك وأشخاص آخرون مؤثرون سياسيين وغير ذلك يأتون إلى المهرجان لمتابعة الأفلام والظهور أمام عدسات الكاميرات على السجادة الحمراء أو الريد كاربت هنا في مهرجان كان السينمائي. شكرا جزيلا لك ليس بازاري بهذا التوكسيدو الجميل في كان.